أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، بنرحب بيكم بحلقة جديدة ببث مباشر من قناة الكارما، علشان نتناول فيها موضوع مهم قوي، هو إن إحنا عمل الله. أنا بشجعكم النهاردة لو كل واحد يعرف ناس مؤمنين محتاجين تشجيع، محتاجين يسمعوا كلمة ربنا، محتاجين إن هم يتشجعوا في نفوسهم في وسط الظروف اللي هم فيهم. من فضلك ارفع سماعة التليفون، كلم قرايبك أصحابك أهلك، قول لهم في حلقة بث مباشر النهاردة رب هيجي يتكلم ليك وليكي النهاردة في حلقة خاصة جدا. معنا في الاستوديو الأسيس أليكس حنا، أهلا بك حضرة الأسيس، ونشكر رب من أجل وجودك معنا النهاردة. أهلا بك دكتورة زيت، برحب بيكي وأحبائنا في قناة الكرم والمشاهدين، واثقين أن الرب هيتمجد معنا، وبشكر رب لأجلكم. أمين أمين. معنا كمان في الاستوديو الأسيس عصام حداد، اهلا بك يا اسيس عصام، ونشكر ربنا جدا من اجل استخدامك في قناه الكارما حول العالم كله. مظبوط، اليوم حضور الرب رائع كان الصبح. أمين. وبنتوقع حضور الرب يكون برضه بنفس القوه اليوم في اسم يسوع، ويلمس النفوس ويغير. احنا امين, أمين. مؤمنين، والايمان كثير مهم، واليوم تعلمنا انه من المهم ان نفعل هذا الايمان حتى نقدر نحصل على استجابات الصلاه. وبصلي ان حضور الرب يكون اليوم في هذه الحلقة وينتقل لكل شخص بشاهدنا في اسم الرب يسوع. أمين في اسم يسوع. احنا الحقيقة النهاردة الصبح كنا تكلمنا عن أفكار الله من نحونا، وقال كده في أرمية: لأني قد علمت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ونهاردة دلوقتي عايزين نكمل نفس الاتجاه، إن إزاي إن الكتاب بيقول في أفسس 2 وأصحاح 4 سوري أفسس 2 وأصحاح وعدد 10 بيقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الله أفكاره من نحونا أفكار سلام، لكن كمان الغرض من حياتنا وعمله في حياتنا إن إحنا نكون عمله، إن إحنا نكون تحفته، نكون his masterpiece، وخلقنا لأعمال صالحة سبق فأعدها من الأزل لكي نسلك فيها. بشجعك النهاردة تعالى قول رب افتح وداني، افتح قلبي، افتح روحي لاستقبال كلمتك. أسيس أليكس، نحب أنك ترفعنا في صلاة الحلقة دي، أن الروح القدس يهيئ النفوس اللي بتسمع ويحرس الأرض، علشان لما تقع بدار الكلمة النهاردة تكون في أراضي جيدة. يا رب نباركك ونعظمك ونشكرك يا رب لأجل اجتماعنا باسمك في هذا المساء، واثقين يا رب في حضورك، واثقين أنك تغطي الهواء وجميع المشاهدين وجميع البيوت ببركة فوق المعتادة. نصلي يا رب أن هذه الأعمال الصالحة المكتوب عنها أبي يعمل حتى الآن، وأنا أيضا أعمل، أن نراك يا رب الآب والابن والروح القدس يعمل أعمالا جديدة ويخلق الكل جديدا فيما بيننا. نشكرك لأننا ينبغي أن نعمل مدام الوقت يدعى نهار، لا نعمل لأنفسنا ولكن نعمل أولا لملكوتك ونعمل أولا لشخصك. بارك يا رب القناة دكتورة زيزيت، الأسيس عصام وعبدك، واعطينا يا رب أن نتكلم كما يتكلم الروح إلى الكنائس وكما ينطق الروح فينا، نسمع ما يقوله الروح لنا. بارك يا رب أحبائنا المشاهدين، ونثق يا سيد الرب أنك تسمعنا شهادات واختبارات عن أعمال الله العجيبة المتميزة من خلال هذه القناة. بركة رب أخويا صمول وأختي منى وجميع أحبائي في هذه القناة، تحفظ حياتهم، تباركهم وتشددهم وتستخدمهم بأكثر قوة ومجد لامتداد ملكوتك. أمين 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 في اسم يسوع. أمين. النهاردة عايزين نتكلم في الآية دي: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أسيس عصام، تحب تكلمنا إيه في الآية دي؟ تعرف أنا بحب لما أقرأ كلمة الله، مش بس مجرد أن أقرأها لأنها كلمة الله، لكن أقرأ وأتمعن في الكلمات اللي بقولها. يعني أحب أخذ كلمة كلمة وأشوف بيقصد إيه. مرات كتير بروح لترجمات مختلفة، بروح للأصلي، بروح للعبري حتى أفهم ال- 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 القصد من وراء هذه الكلمة. بعض الأحيان حرف بسيط بيفرق في المعنى، زي ما شفنا اليوم في موضوع الأفكار اللي أنا مفتكر فيها: من نحوكم أفكار سلام لا شر فتدعونني. حرف الفاء في فتدعونني
يعني فالعطف نتيجة حتمية هتحصل بعد كده، فالعطف السببية، يعني يحصل شيء تدعونني بيصير في علاقة بيني وبينكم. بس أنا عايزك تفهم في البداية أنه في مخطط لحياتك وأنه في ترتيب لحياتك، وأنت مش زي ريشة في الهواء في مهب الريح، مش بالصدفة. حياتنا مش صدفة، حياتنا سلسلة من الأحداث اللي الرب رتبها ونمقها بطريقة معجزية، بطريقة إلهية. فأحب أفهم الكلام، أحب أرجع للأصل في الكلام. لقيت كلمة نحن عمله، كلمة عمله حلوة كتير في الإنجليزي، بتيجي workmanship يعني مصنعية إيديه. يعني في عنا في الكنيسة شخص بيركب حجار ألماس، خبرته في تركيب الحجر، راح يقدم لشغل، وفي الشغل اختبروه يقدم 50 حجر ألماس أشكال مختلفة وأحجام مختلفة وعلى معادن مختلفة. فلو حبيت أوصف عمله بقول مصنعيته، خبرته، إتقانه، طريقة اللي فيها بركب الحجر، طريقة اللي فيها بيمسكه من البرونجز من كل النواحي بيثبت، طريقة اللي فيها بيظهر هذا الحجر. نحن عمله، نحن إبداع الله، الله في خليقته أبدعنا. لما خلق كل الكون خلقه بكلمة قدرته، بكلمة. لما خلق النور ليكن نور كان نور، ليكن ظلمة كان ظلمة، ليكن نهار كان نهار، ليكن قمر كان قمر، الأفلاك والأجرام السماوية بكلمة. والكتاب في سفر التكوين في أول الصح يقول في البدء، بالعبري بيقول خلق يعني برا، كلمة عبرية، ومعنى كلمة برا يعني خلق من لا شيء، من العدم. هاي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية اللي بنستخدمها فقط لجلال الله، لفظ الجلالة، فبنقول هو الباري، ما نستخدمهاش في أي مكان آخر. ليه؟ لأنه ما حدش فينا يقدر يعمل شيء من لا شيء. فلما خلق كل الكون والأفلاك والأجرام والحيوانات والكائنات الحية والنباتات و و و و كله خلقها بكلمة. مجرد ما تفوه في الكلمة تمت. لما وصل عند الإنسان نعمل لما شكلنا في إيديه جبل من التراب في إيديه، وشكلنا على صورته، على شبهه، على مثاله، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهه. الثالوث، الأب والابن والروح القدس، بالعبري بتيجي إلهيم، يعني الآلهة، يعني الأب والابن والروح القدس، هو الله واحد في وجوه ثلاثة في ثلاثة أقانيم. فشكلنا بحسب صورته من إيه؟ من التراب. فنحن عمله، ولما الرب عملنا بكل إتقان. لما ندرس فيه، وانت طبيبة وتعرفي جسد الإنسان قديه معقد، الجلد اللي بيكسي جسد الإنسان معقد، مش عارفين يعملوا جلد زيه. حتى لما الإنسان بيحترق عايزين يرقع مكان الحرق، بياخدوا من جلد من مكان آخر وبيرقعوا المكان. ليه؟ ما يقدروش يصنعوا هذا الجلد. هذا إبداع الله. الجهاز العصبي إبداع الله، نفس الإنسان إبداع، كل حاجة في جسد الإنسان إبداع إبداع إبداع. مش إتقان فقط، لكن إبداع، يعني خطوات تتبع الإتقان. أبدع في خلقه. فبقول بولس الرسول، بقول في رسالته لأهل أفسس، بقولهم نحن عمله، نحن خليقة الله. رسالة بطرس الأولى يقول أنه نحن كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. ليه؟ لأنه غاليين على الرب، لأنه بحبنا الرب محبة أبدية. وفرمية بقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فمن محبة الله للإنسان أبدع في خلقه للإنسان. نحن على صورة الله، ولأجل بسبب محبته للإنسان يقول لذتي مع بني آدم، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة أطاع حتى الموت، موت الصليب. ليه؟ من محبته لي، محبته لي أنا كإنسان، فأبدع في خلقه. نعم، بولس بيقول نحن عمله، نحن خليق، نحن إبداع الله.
إذا أنا إبداع الله معناته الله مهتم فيه ومهتم بكل تفاصيل حياتي وله مخطط رائع لحياتي. هللويا. لما أكتشف إنه الله أنا عايش في مخطط الله يصير في داخلي في سلام وأنجح. ليه؟ أنا عارف مهما حصل أنا في يد الرب، أنا في إيده. يعقوب يقول لا تصبكم تجربة إلا بشرية لكن الله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. أيوة عارف بدخلني في البوتقة لازم يمحصني كالذهب إلى كالفضة، لازم يمتحني كالذهب. وأيوب قال اعتراف رائع، قال إذا جربني أخرج كالذهب. أمين. فامتحان الله للمؤمن مهم، للامتحان دائما يبوء بترفيع وترقية. فأنا بلاقي حالي تقدمت في الإيمان لأنه الرب امتحني. في سفر التكوين يقول وامتحن الرب إبراهيم. شوف امتحنه، لازم يمتحنه. الإيمان الغير ممتحن إيمان ضعيف. أمين. أنا كمان افتكرت الآية اللي بتقول الرب سؤال هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي أرسله. أمين. فعمل الله، إحنا الله مش ممكن نتعامل معاه عن طريق خبراتنا الحسية. يعني الكتاب يقول الله لم يره أحد قط، أنا ما شفتش الله بعناية البشرية، ما أقدرش أسمعه بوداني الطبيعية، ما أقدرش ألمسه بإيدي الجسدية، لكن كل معاملاتنا مع الله عن طريق الإيمان. وهذا هو عمل الله أن احنا نؤمن بالذي أرسله. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. كل علاقتنا مع الله مش مبنية على إثباتات حسية لكن على إيمان وثقة. أسيس أليكس، عمل الإيمان في حياة المؤمن، إيه أهمية الإيمان في علاقتنا مع الله؟ الحقيقة وأنا بذكر عمل الإيمان بذكر شخصية إبراهيم وامتحان الإيمان اللي عدى به. في تكوين 22 بيقول حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم ها أنا. قال إبراهيم يعني الله، قال له ها أنا ذا. وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرق على أحد الجبال. أنا عايز أتكلم لأنه أباء كثيرين ومؤمنين كتير بيعدوا بتجربة وهم بيشوفوا أكتر حاجة بتحبها وأكتر حاجة قدامك متمسك بيها في سكين ممدودة عليها وفي نار من تحتيها، ودي أصعب تجربة ممكن يمر أو أصعب امتحان أن الله يمتحن شخص في إيمانه أنه يشوف ابنه هيحترق بعد قليل وسكينة ممدودة عليه. والرب هنا بيورينا إزاي اجتاز إبراهيم اختبار الإيمان. أنا بكلم الناس اللي بيتألمون والناس المجربون اللي هم حاسين أنهم فعلا قريبين جدا من الموت أو ابنه بيضيع منه أو أنه في سكينة بتمتد وفي حطب، لكن تعال نشوف إيمان إبراهيم. بيقول الله امتحن إبراهيم. يمكن بتكون بتكتاس في ألام وبتكتاس في أوجاع، لكن امتحان الإيمان بينشئ صبر، والصبر تزكية. أمين. والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي. أمين. لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. أمين. طب امتحان الإيمان إزاي تنجح مع ابنك؟ ولو في بتشايف ابنك أو بنتك بتتألم إلى حد الموت وإنه في سكينة ممدودة هتذبح الابن بيندبح والبنت بتتحرق بالنار وكل الأسلحة دي ممدودة ناحية الابن والأب، أول حاجة بشوف أنه إبراهيم هنا خد اتنين من غلمانه وإسحاق وشقق حطبا. ما قالش حاجة طبعا لسارة مراته عشان ما تنهارش. فكتير من المؤمنين لما الله بيمتحنه في الإيمان كويس أنك تحفظ إيمانك وتجربتك بينه وبين الله. لكن بعد كده بيقول أنه لما جاء الغلامين للمكان أول حاجة قال لهم اجلسوا أنتم ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. كان واثق إبراهيم في محبة الله، لأنه في ناس كتير بيقول لك يعني أنا هطلع من البيت مش عارف هرجع تاني ولا مش هرجع، ما تنتظرنيش أنا مسافر الحتة الفلانية يا هرجع يا مش هرجع. لكن رغم أنه كان صدر أمر بنهاية حياة إسحاق لكن إبراهيم كان متأكد أنه في التجربة وفي وسط النار زي الأتون الرابع شبيه
فأكد على الغلامين أنه مش هيرجع لوحده، وكان واثق في محبة الله في وسط التجربة، قال لهم نرجع إليكما مش هرجع لوحدي. ما اداش أي احتمال للسارة أنها تودع إسحاق ولا تبوسه تقول له يا حبيبي يا ابني مش هشوفك تاني مع السلامة وتودعه بالدموع. كان هيبقى موقفها إيه لو عرفت أنه إبراهيم راح يقدم الابنة محرقة لله وما رجعش تاني؟ كمان بيقول أنه أخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضع على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين. أصعب تجربة يتعرض ليها أب أنه ياخد النار والسكينة بإيده وتتمد على أغلى اللي ليه. لكن في ناس بتنسحق في التجارب. النهاردة كان واحدة أخت أرملة بتتصل بيا نص ساعة قبل ما أجي وبتقول لي يا سيس أليكس أنا فقدت زوجي في عمر مبكر، وبعد ما فقدت زوجي قالوا لي في الشغل الشركة بتفلس وانتي وربعمائة واحد هتتكرشوا. فقالت لي يعني شوف التجارب نازلة عليا دلوقتي، ماليش مصدر دخل، الزوج انتهى. لكن عاوز أقول إن احنا في كل مرة بنصلي لما التجارب أحاطت بيا من كل ناحية، صلينا لابني واتقبل في كلية الطب ودخل، ولو بتسمعينا ما فيش مانع إنك تدخلي تقولي الاختبار. وقالت أنا كسنجل وومن لوحدي، الزوج انتهى ومسؤولة مسؤولية البيت. عاوز أقول لك قد إيه عناية الرب، وكل حاجة بتتذبح وكل حاجة بتروح قدامي. عاوز أقول لك إن احنا يعني لما طلبنا الرب وصلينا بعد ما صدر الأمر إنه الشركة هتقفل والشركة هتفلس و400 واحد هفقدوا شغلهم، بعد الصلاة جه أمر تاني إن الشركة هتكمل لغاية 2024، وقدرت أكمل أصرف على البيت وأصرف على أولادي. لأنه في لما النار جت على بيتي ولما السكينة امتدت على جوزي، عاوز أقول لك أنه ابني دخل أفضل كلية، أن احنا عايشين أفضل حياة، وأن أنا كامرأة أرملة في كل مرة بنتفق وبنطلب الرب بشوف يد الرب في آيات وعجائب. بشجعك يا بنت الرب من أوهايو لو سبعانة تكلم. فهنا بنشوف اختبار إبراهيم أنه اليقين أننا الذين يتألمون فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. أمين. فأنا عاوز أقول للمتألمين والحزانة والمجربين أنت في طريق الانتصار وأنت في طريق عمل الخير. بعد برتب كل شيء وأتاه إلى الموضع، وواحد أب بيربط يربط إسحاق ابنه ووضع المذبح فوق الحطب ومد إبراهيم. يعني أي قلب لأي أب يقدر يمد السكين ليذبح ابنه، ده التعبير الكتابي بيقول كده. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيء، لأني علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن عينيه. أنا عاوز أقول الكلام اللي بيطلع منك في التجربة وطاعتك لله في التجربة هتخليك تشوف يسوع المسيح حيا ببراهين كثيرة. أمين. هتخليك تشوف المسيح الذي قد ذبح قدم نفسه لله ذبيحة ومحرقة لله في الوقت اللي فيه كل حاجة بتنتهي قدام عينك. يمكن مصير ابنك بينتهي، يمكن سكاكين ممدودة عليه، يمكن تجارب جاية عليه من كل ناحية، لكن يسوع المسيح اللي هو وسيط العهد الجديد اللي بيشفع فينا هو حاضر النهاردة عاوز يبارك كل عائلة. بعد ما تزكى، بعد شوية هتكلم عن بركات مخافة الرب، التزكية اللي جات له قال له لأني أنا علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. ما انتش خايف من الظروف، ما انتش خايف على ابنك أكتر، ما انتش خايف من اللي بيحصل حواليك، خائف الله لدرجة أنك قبلت أنك تدخل في الامتحان الكبير. هللويا. وبركات مخافة الله هنتكلم عنها بعد شوية. بس بعد كده لما مش بتخاف من الموت، لأنه الكتاب قال آخر عدو يبطل هو الموت، والرب يسوع أباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، أخذ وعود قد إيه؟ الوعود اللي جات له بعد كده بيقول بذاتي أقسمت يقول الرب في عدد 16 في نفس الأصح، من أجل أنك فعلت هذا الأمر
ولم تمسك ابنك وحيدك، أباركك بركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء. وأعطاها الرب فعلا هذه الوعود. ولاحظ أن الرب لما كان بيكلم إبراهيم بيقول له إيه؟ يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض بمجيء المسيح طبعا، لكن كمان بارك سارة. وهو بيبارك سارة بيكلمها أنه في ملوك هيخرجوا من صلبك. يعني إيه ملوك؟ يا إبراهيم أنت نسلك نسل ملوكي. نسل ملوكي يعني إيه؟ لا يعيش كعبد، ولا يعيش ذليل، ولا يعيش تحت وطأة الظروف، لكن الملوك هم اللي دفع ليهم كل سلطان. ما فيش سلطة في أي مملكة أعلى من سلطة الملك. فبيقول له لأنك كنت ملك وسيد على كل الظروف اللي ممكن تبكيك وتحنيك، الملك اللي انت مارسته في التجربة هيطلع ملوك وهيطلع شعوب. فأنا عاوز أكلم النهاردة الناس اللي بتسمعنا، الله مش بيدينا مستوى أبناء فقط ولا أقوياء فقط، لكن ما فيش أعلى سلطة من سلطة الملك في المملكة الذي يتملك كل إصدار القرارات لإصدار الثروات والقرارات التنفيذية والقرارات التشريعية. عشان كده أنت مش بس ابن الملك، لكن جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. أمين أمين. أسيس أليكس، أنا لما أسمع كمشاهد ومليش الإيمان الجبار اللي لإبراهيم، يعني لما ربنا يطلب مني حاجة أنا شايفاها غالية قوي، لكن لسه ما قداميش المرحلة إن أنا أقدر أثق في الله الثقة اللي كان عند إبراهيم. لما كنت يعني أرجع لسيدي عصام كان بيقول بعمل بحب أعمل word search، أنا لما يعني أحب أقرأ حاجة أجيب الأصل العبري أو اليوناني أو كده، كلمة الإيمان أو أمين نفس كلمة الأمانة في الجدر بتاع الكلمة، يعني the root of the word، كلمة أمانة أو إيمان أو أمين نفس الجذر بتاع الكلمة. المشكلة في حياتنا مع ربنا ان احنا ما عندناش ثقة فيه. بنقول احنا بنؤمن بربنا وبنقول احنا بنصدق، لكن الله مش مجرد فكرة، مش مجرد معتقد، الله شخص. انت بتخش في علاقة معاه، بيبقى ليك محكات معاه، بيبقى ليك تاريخ معاه، بيبقى ليك مواقف مع الله. من كتر العشرة مع ربنا والمحكات والامتحانات يمكن الصغيرة اللي انت بتخش فيها في مراحل مختلفة في حياتك، بتبتدي تكون تاريخ مع ربنا، تبتدي تكون ذكريات مع ربنا. يعني أنا متأكدة إبراهيم ما كانش ممكن يتحط في الامتحان ده 20 سنة قبل كده أو 30 سنة قبل كده. كان لازم ربنا يدرب إبراهيم في مراحل واختبارات معينة. أول مرة لما قال له مثلا أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، الكتاب بيقول فخرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إبراهيم ابتدى مع ربنا خطوة خطوة. يمكن في الأول ما ابتداش، ما قدرش يتخلى عن أبوه أو عن لوط، لكن في مراحل كان أبوه مات، مرحلة تانية اضطر ينفصل عن لوط، وبقى هو وربنا في علاقة شركة قريبة جدا. أنا بشجعك النهاردة، الإيمان بتاعك مش ممكن هيبقى في يوم وليلة حاجة كبيرة قوي، لكن بشجعك ثق في ربنا. خلي فيك مع أنت وربنا في علاقة أمانة، علاقة الله المكتوب عنه أن إله أمانة لا جور فيه. ربنا في علاقتنا معاه مش بيعتمد على أمانتي أنا، بكتاب يقول أن عدم أمانتنا لا تبطل أمانته. هو يعلم جبلتنا، يذكر أننا تراب، نحن عارف أن احنا مش أمنا. الكتاب يقول أن احنا أولاد لا أمانة فيهم، لكن هو إله أمانة. النهاردة أقول يا رب أنا عايز أعرفك وأخش معاك في علاقة أثق فيك يا رب بالإيمان بالأمانة والعهد اللي أنت عملته بيني وبينك. أسيس عصام، الله يوم لما عمل العهد مع إبراهيم والكتاب يقول انه قطع الذبائح وشقها من الوسط وكان ابراهيم سهران على الجوارح دي، العهد اللي الله قطعه مع ابراهيم زي ما سمعنا القسيس أليكس لما كان بيقول لانك لم تمسك ابنك وحيدك عني اني لا اباركك مباركه، ازاي ان الله كان هو اللي ضامن العهد من ناحيتين، ما كانش نص له نص لابراهيم، كان كل اللي ضامن العهد هو الله نفسه. هو الرب ضامن هذا العهد لانه الرب درب إبراهيم. هو حتى لما بعته على أرض المرية ما قالوش على جبل المرية فوراً،
قال له تروح أرض المريا. لما وصل أرض المريا اطلع على الجبل، جبل المريا. فكان قيادة الله لإبراهيم قيادة خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، لكن كان تدريب لإيمانه. وفي كل خطوة كان ينجح إبراهيم في الامتحان، والرب عارف هذا الكلام. بس في شيء رائع في إيمان إبراهيم كان، وأنا بتمنى أنه يكون في كل واحد فينا. إبراهيم آمن أنه هو الله. لما خلق آدم وحواء في البداية، خلق الله آدم، خلقه من إيه؟ من التراب. فآمن إبراهيم أنه حتى لو حرق إسحاق وأصبح رماد، الله قادر أن يحيي من الرماد، من التراب، إسحاق آخر جديد زي ما خلق آدم الأول. هذا الإيمان رائع. يعني أيوب قال إذا جربني أخرج كالذهب، بالإنجليزي في آية تانية بتقول هو ذي يقتلني فإني أرجوه، أو بالإنجليزي بقول though he slay me I will worship him، يعني حتى لو قتلني هعبده هستمر في عبادته. إذا كان يدل على شيء، بدل على علاقة أيوب في الرب، علاقة إبراهيم في الرب، علاقة شدرخ وميشخ عبد نغو في الرب، علاقة دانيال في الرب، علاقة حزقيال في الرب، علاقة إيليا في الرب، علاقة كل شعب الله فيه. يعني لما الشخص بتعلق في الرب ترخص أمامه الدنيا كلها واللي فيها. فمهم أن نعرف أنه إحنا في مخطط الله، وإبراهيم كان في مخطط الله من البداية، من اللحظة اللي فيها دعاه هو في مخطط الله، إلى اللحظة اللي فيها انتقل إبراهيم ما زال في مخطط الله. فنحن عمله، نعم. نحن شغل الرب، أيوة. نحن إبداع الله، نعم. وبدرب فينا كل يوم، نعم. في آية رائعة بسفر زكريا إصحاح 13 دكتور الزيت، من الآيات اللي بلاقيها قوية جدا وبحب دائما أقرأها. بقول زكريا إصحاح 13 وعدد 9، بقول وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب، هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. بس قبل ما يدعو باسمه وأنا أجيبه، في هناك علاقة لازم يدخل في نار التمحيص كمحص الفضة وامتحان كامتحان الذهب. فالشيء اللي عمله الرب أنا عمله مخلوق في المسيح يسوع، أيوة، بمحصني. ما معنى كلمة تمحيص؟ معنى تنقية، أيوة، يعني بحطه في النار وفي نار الأتون في بوتقة الصايغ، وبحطه تحت نار عالية حتى هذه النار العالية تصهر المعدن، تصهر الفضة، وكل الشوائب تطلع على الوجه. رأسا بشيلها الصايغ حتى يشوف صورته هو في هذا المعدن السائل نتيجة الحرارة. فكل إيمان يمتحن، ولم يمتحن الإيمان بالكتاب بقول ينشئ صبر، والصبر تزكية، يعني بمعنى آخر ترفيع. فإذا أنا إيماني بيتقوى في الرب، كل ما دخلت في امتحانات أكثر صرت أقوى، صرت أعرف أكثر، صرت أفهم الرب أكثر، أعرف طرقه، أعرف أسلوبه. فزكريا بوضح بقول بعد ما يحصل هذا الشيء، مش بس أمحصهم، لكن بعد التمحيص في امتحان. بعد ما أشيل الزغل منه، ما هو هذا الزغل اللي بيكون في حياة الإنسان؟ هو بجوز ضعف إيمان، ممكن يكون ثقة بآلهة أخرى، ممكن اعتماد على البشر. رب بشيل هذا كله من أمامنا، وبخدنا، ممكن يأخذنا إلى غربة، يعزلنا عزل كامل عن كل الناس اللي احنا بنعتمد عليهم حتى نلقي رجائنا على الإله الحي. فممكن يدخلنا في ظرف صعب جدا جدا حتى يعلمنا ما نعتمد على أنفسنا، لكن نعتمد عمين على الإله الحي. الشباب الثلاثة شدرخ وميشخ وعبد ناغو، هالإيمان اللي عندهم القوي اللي كان لازم الرب يوديهم إلى السبي ويحطهم فين؟ في أتون النار. يا رب يعني معقول؟ ما هو أنت لو أخذت الحادثة عزلت عن باقي حياتهم لقلت أن الله ظالم.
لكن الكتاب بيقول لا، حاشا، الله مش ظالم. يعني ممكن الناس تقول يعني دي اخرتها رب ان احنا بنسمع كلامك واحنا متمسكين باسمك، وان احنا ازاي تسمح ان احنا نخش في اتون النار ده، احنا عايزين نعبدك، احنا عايزين نتمسك. يعني في ساعات بيجي الشيطان ويشتكي في ضمائر الناس ان احنا ربنا تخلى عنك، ربنا مش بيحبك، ربنا سابك تخش الاتون، مع انك انت ابنه مفروض وان انت بتحبه وعايز تتمسك بيه. أيوه. بس من المهم جدا نعرف انه في اي لحظه، اي لحظه، في اي لحظه في حياتنا، في مشوارنا مع الرب، مشوار الايمان، مشوارنا على هذه الارض، في اي لحظه من اللحظات ينبع في داخلنا اصبع يشير الاتهام الى الله، نعرف ان ده من ابليس على طول. هذا وعدو النفوس. بيبقى في لغتين في وقت التجربه، اللغتين دول بنلاقيهم في مزمور 66، وهم مفتاح الخروج من كل تجربه. داود اختبر كده، فداود وهو محاط بالاعداء من كل مكان ومحاط بالتجارب وابشالوم وابنه، يعني تجرب في ابنه اللي بيحبه، لمؤاخذه نقدر نقول انه ابنه يعني راح نهب بيته ونهب القصر وعمل خطايا فظيعه، عمل انقلاب عليه. عمل انقلاب. صحيح في الاخر هو اتشعلق في الشجره. أيوة. في البطمه ومات، لكن كأب يعني كان بيقول لهم ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. هو خرب البيت وخرب، أخذ يعني النساء وأخذ كل حاجة وأحرق المدينة تقريبا كلها بالنار. لكن داود بيقول في مزمور 66 إيه في وسط التجربة؟ اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. لاحظ أنه مزمور 66 بيتوسطه كلام عن التجارب، مؤلم جدا جدا، لكن يبدأ بالنصرة وينتهي بلغة الانتصار. فبيقول يعني أنا واقف في التجربة وفي المحن دي أسبح أمجد أقول لله ما أهيب أعمالك. طب إزاي هو بيقول لله كده؟ وفي عدد 11 بيقول له أدخلتنا للشبكة، جعلتنا ضغطا على متولنا، ركبت أناس على كل واحد ركب، حتى ابنه ركب، حتى أخي توفل ركب، ناس كتيرة ركبت فوق. شاول كان بيديله بالأسهم وعاوز يضربه ناحية الحيطة، يعني ما فيش حد من الشعب إلا وحاول إن هو موسى داود كل اللي جوله، كل المكتئبين، كل اللي عليه دين، كل حزين، هو اللي اتلم عليه. فبيقول للرب مثلا في النص، في عدد 10 في نص المزمور، دخلنا في الشبكة، الضغوط زايدة عن اللزوم، الناس فوق راسنا راكبة، ده مش بس زي الفتية، لا ده دخل في النار زي الفتية في الأتون، لكن كمان في الماء، دخل في الغرق ودخل في الغويط، وصارت اللجج والطيارات زي ما كده لجج وطيارات الله اجتازت فوق المسيح، يعني دخل في الاتنين، دخل في الغرق ودخل في النار. وبعدين يقول أخرجتنا إلى الخصم. طب إيه اللي خلى التجربة دي تاخد عددين وباقي المزمور كله انتصارات وباقي المزمور كله هتافات؟ إنه كان داخل التجربة بتاعته بالتسبيح، كان داخل التجربة بتاعته بثقة إنه الرب في عدد 6 يحول البحر إلى يبس، وكان عنده ثقة إنه في وسط الغمر حتى لو النهر ممتلئ لجميع شطوطه زي ما كان يشوع واللي معاه، هنعبر بأرجلنا هناك فرحنا. رأى الرب متسلط بقوته إلى الظهر، في وسط التجربة شاف عيني الرب تراقبان الأمم، والمتمردون لا يرفعوا أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، يعني بقول له يا رب أنا سمع صوتك في كل الأمم، سمع تسبيحك في كل الشعوب رغم الضغوط ورغم الناس اللي راكبة علينا. وبعدين أنا واجبي كمؤمن هدخل أوفي بنزوري ومحرقات التي نطقت بها شفتي. بعلاقته وشركته مع الله ما انقطعتش في وسط الشبكة، في وسط الناس اللي راكبة على راسه وفي وسط الضغوط، لا بيقول له يا رب ده أنا هقدم لك أكتر، ده أنا مش هقدم بس محرقات، ده أنا نزوري اللي نطقت بها في ضيقي هوفيها، اللي نطقت بيه وتكلمت بها فمي في ضيقي. طب حد يبقى في ضيقة عمال يفلس، بيته بيتاخد منه، مراته بتتاخد منه، مدينته بتتاخد منه، وده عمال يقدم للرب، بيقدم من عمق الاحتياج، بيقول له ايه؟ التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي.
يبقى في ضيقة وبقدم زي أهل مقدونية اللي هم في اختبار ضيقة شديدة كانوا بيقدموا حسب الاحتياج وفوق الاحتياج. أصعد لك محرقات سمينة، يعني كل ما العدو يزود علي الضغط كل ما أنا هطلع وأقدم لك حاجات أحسن من الحاجات الضعيفة اللي كنت بقدمها وأنا غني. كل ما الشدة والضيقة تزداد علي أنا هقدم شحم الكباش وهقدم أكتر محرقات سمينة مع بخور كباش مع بقر مع تيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. يبقى إذن العدو اللي كان بيستنزف طاقته وبيستنزف قواه كان يقابله عطاء مضاعف من داود. العطاء ده عمل إيه؟ قال أنا عاوز أقول لكم اختباري بما صنع لنفسي، صرخت إليه بفمي. وبيقول الرب إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي، لكن قد سمع الله أصغى إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. أمين أمين أمين. فعلا ربنا لفت نظري لحاجة مهمة قوي، إن إحنا لما بنتعامل مع الله بالروح القدس، يعني كده يقول إن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. لما إحنا بنتصرف بالأمور الجسدية فقط، يعني عارف الرب لما قال مثلا إيه؟ إن عظماء العالم يسدونهم والرؤساء يتسلطون عليهم، أما أنتم لا يكون فيكم هكذا، لأن أراد أحد أن يكون عظيما فليكون خادم للكل ويكون آخر للكل. ربنا بيتعامل معانا بطريقته هو، مش ممكن نتعامل بطريقة العالم عشان نرضي ربنا، أو نتوقع أن احنا نتعامل مع ربنا بالطريقة بتاعت العالم. الله طرقه مختلفة، الله طرقه يعني أنا ربنا كلمني في حاجة قريب، حاجة اسمها operating in a different spirit. لما بيكون وسط العالم كله الناس كلها بتسجد لتمثال الذهب، والناس كلها خايفة من نبوخذ نصر، والناس كلها بتخضع حتى لو مش مؤمنين، لكن تحت الضغوط وتحت الظروف هيطاطوا وهيسجدوا للتمثال. لكن الثلاث فتية دول كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا مملوئين من روح الله وابتدوا يقولوا لأ للملك. يشوع وكالب جم في وقت موسى طلع 12 جبار من كل سبط رجل قائد في السبط بتاعه، لكن كلهم رجعوا بشهادة قالوا إن إحنا كنا في عينهم كالجراد وكنا في أعين أنفسنا كالجراد، لكن يشوع وكالب بس هما الاثنين اللي قالوا لأ. هللويا. إحنا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. نهاردة ربنا شايف فيك زي يشوع وزي كالب، نهاردة ربنا شايف فيك زي الفتية الثلاثة زي دانيال. ربنا نهاردة جاي يقول لك إن ما تبصش لنفسك بالمنظور اللي العالم بيبص لك بيه، الأكاذيب اللي إبليس بيحطها في دماغك. أنا مديلك روح فاضلة، روح القدس اللي فيك تقدر تغلب العالم، تقدر تغلب الظروف حتى لو ما غيرتهاش بحسب المنظور الخارجي، لكن أنت من جوه عندك صلابة، أنت من جوه عندك إيمان، أنت من جوه لازم تفعل إيمانك عشان تنتصر على الظروف اللي أنت فيها. يعني أنا نفسي نتكلم في الحتة دي، لأنه فعلا يعني حتى في الآية اللي احنا قريناها في أفسس لما بتقول المقطع اللي قبليها على طول بيقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ويرجع يقول لأن نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. طب منين يا بولس بتقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد ونحن مخلوقين لأعمال صالحة؟ في فرق جامد قوي. في فرق أن أنا الأعمال الصالحة اللي أنا عايز أوصل لربنا بيها بمجهودي بدراعي بإمكانياتي بمعتقداتي بصلواتي بندوري، أنا عايز أقول لربنا أن أنا I can do it، أنا أقدر أعملها من غيرك. ربنا بيقولك لا، أنا عايزك تعمل أعمال صالحة، بس عارف إيه؟ الأعمال اللي أنا محضرها لك، الأعمال اللي أنا عديتك ليها. مش كل خدمة تبقى من ربنا، مش كل عمل خيري يبقى من ربنا، مش كل حاجة أنت تفتكر نفسك أنك بتلاقي نفسك فيها تبقى من ربنا.
قول يا رب انا عايز اعمل اعمال اللي انت محضرها لي، اقول الكلام اللي انت عايزني اقوله، اروح الحته اللي انت عايزني اروحها، امشي في الارساليه اللي انت عايزني امشي فيها. لما يكون ربنا هو اللي بيقودك وهو اللي بيشكل فيك النهارده زي ما سمعنا، كل الامتحانات اللي انت بتخش فيها، كل التجارب اللي بتجتاز فيها، كل مشوار حياتك مع ربنا اللي بيشكلك بيه، زي ما سمعنا من القسيس عصام ان رب الله خلق الكون بكلمه، لكن عند ادم قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. التشكيل زي ما يكون في ايده عجينه صلصال وبيشكل في التراب ده علشان يخلقك انت تكون تحفته، الماستر بيس بتاعته، الوركمانشيب بتاعه، العمل اللي ربنا بيشكلك علشان تعمله، لانه بيهيئك لغرض معين جدا. ما ينفعش القسيس أليكس يعمل نفس الاعمال اللي انا هعملها، ما ينفعش انا اعمل نفس الاعمال اللي القسيس عصام بيعملها. كل واحد ديزايند، كل واحد متبرم او مصنوع ومخلوق مصمم لاعمال ومصمم لاعمال محدش غيرك يقدر يعملها. وده الرسالة ربنا عايز يوصلك ليها النهاردة، إن أنت ما تتفرجش على ناس وقول ما غيري يعمل أو غيري يقوم بالمهمة دي. أنت مخلوق ليك مهمة وإرسالية خاصة جدا من ربنا. ربنا عنده أفكار عظيمة وخطة مجيدة لحياتك. فأنا بشجعك النهاردة قول لربنا رب أنا عايز أخد الكلام ده وأسمعه. إبراهيم أبو المؤمنين، لكن أنت ممكن ربنا يشوف فيك إيمان زي إيمان إبراهيم لأنك ابن إبراهيم. والإيمان أمين. موجود دكتور عزيزات، مش إنه شيء مختلق، ما نقدرش نختلق شيء مش موجود. بالزبط. الإيمان موجود، الرب أعطانا الإيمان، سكب في كل قلب كل واحد منا. الرب أعطاك في قلبك في إيمان، هناك إيمان، يعني حتى الملحد فيه في داخله إيمان. الكتاب يقول جعل الأبدية في قلوبهم، يعني الإنسان بيأمن أنه في شيء بعد الموت، وحتى لو ما كانش مسيحة، حتى لو ما كانش مؤمن، بس لسه بيأمن. في هناك إيمان في الداخل، في إيمان في القلب، في إيمان في عقله الباطن موجود الإيمان. بس المهم نعمله أنه نحن نفعل هذا الإيمان. ومرات كثيرة بنشوف عدو الخير بيقلل من الإيمان اللي في قلبنا. يعني رب أعطانا هذا الإيمان بدل ما يشجعنا، ومستحيل عدو الخير يشجعنا في إيماننا، لأنه إذا شجعنا في إيماننا قوينا عليه وانتهرناه وسيطرنا عليه وخلصنا منه. لكن بحاول دائما يفشلنا. بسفر نحمية حصل شيء رائع. طب ممكن ناخد تليفونات معلش بدل نكمل نحمية. معنا الأخت إيفان من كندا، أهلا بحضرتك. ألو الخير. أهلا مساء النور، تفضلي. سلام الرب معك أختي زاد. أهلا بيكي. سلام الرب معك قسيس عصام والقسيس أليكس. سلام معك أختي. تفضلي. أنا كنت حابة أحكي ويا القسيس أليكس. تفضلي أختي. إزيك؟ يا أهلا بيك أختي إيفان. قسيس أنا عندي طلبة صلاة. أي. أنا زوجي مدخن ويشرب جقاير ومدى يقدر يترك الجقاير، فكنت حابة تصلي له. حاضر. وأني حامل وسويت سونار، فالدكتورة قالت لي إنه رقبة الطفل it's too thick. فكنت حابة تصلي لي وماما همينا عندها. أنا عاوز أشجعك. عندها تمزق، فكنت حابة تصلي لنا. ما تخافيش يعني إن رقبة الطفل تخينة شوية، إحنا الرب شرفنا بصلاة لأجل أطفال كانوا بيتشخصوا في بطن الأم بحاجة اسمها داون سيندروم وحاجات تشوهات جنينية. وأطفال بفتكر مرة أم كانت بتتصل وقالوا أنه بعيد عنك يعني الطفل مات في بطن أمه، الرب أحياه مرة تانية. فدي مشاكل بسيطة، وإحنا نثق أن الرب يعظم العمل. يا رب بنبارك أختنا ليفينا أمامك، وبنيجي بالإيمان يا رب، ونثق ان الطفل يولد طبيعي 100%. نشكرك أمين لانك رب. عظمت العمل مقدما. نعم يا رب. حرر الزوج من الدخان وكل طلبه يا رب لاجل اي شخص مستعبد لدخان، لسجاير، لخمور، لكحولات. اطلق الحريه، حريه مجد اولاد الله. نعم على شعبك. الام ايضا يا رب اشفيها من التمزق، واعطي لهذه العائله ان تختبر امجاد الله بالروح القدس. تاتي عليها الان في اسم يسوع. ننتهر المرض، ننتهر التدخين، ننتهر كل العادات المتوارثة والعادات الرديئة، ونطلق على شعبك يا رب حياة القداسة بالروح القدس،
ونثق أنك تأتي بموجة تطهير على كل من يشاهدون. أمين. من السجاير، من الكحول، من الأفيون، من الحشيش، من الكوكايين، من كل الأدوية سيد الرب المخدرة، وأن تعطي شعبك حرية في دمه، بدم يسوع. نعم يا رب. من كل المكيفات. آمين. أمين أمين أمين. معانا كمان أخت من أوهايو، أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. أنا اللي اتكلمت مع القسيس أليكس. مساء الخير يا قسيس أليكس. أهلا بنت الرب، اتفضلي وفرحينا باختبارات. أهلا. أنا طالبة عشان أقول أبارك الرب في كل حين دائما في فمي. الرب طيب وبيعمل معنا أعمال عظيمة، بيعمل معنا شخصيا أنا أعمال يعني فوق الوصف. أنا جوزي مات وساب لي طفل عنده سنتين، ده ابني الوحيد، وتعبت في تربيته لغاية ما وصلنا لآخر سنة السينيور يير فور هاي سكول، ودخل الجامعة، وقبل ما يتخرج من الجامعة كان هو كان عايز يخش كلية الطب. هو دايما شاطر ومتفوق وكل حاجة، بس هو بيرتبك وبيخاف، يعني دايما مش واثق في نفسه، مع ان هو شاطر جدا بس مش واثق في نفسه. فما كانش بيجيب الدرجات اللي هو كان عايز يجيبها، فكان خايف جدا. فطلبت القسيس أليكس، قلت له صلي معايا عشان ابني يعني يحصل على الدرجات اللي هو عايزها. فخد امتحان امكات، هي سكور very well، يعني درجة عالية جدا جدا جدا. نشكر ربنا ان هو مش دخل كلية الطب، دخل احسن كلية في كلية الطب في امريكا، من احسن الكليات، من احسن كلية الطب في امريكا. هللويا. وخد full scholarship، خد scholarship للتوشن ويفر، يعني هللويا الدراسة، يعني مش بس هو يعني نجح وقبل. نشكر الله ان هو يعني ان هو خد ما يدفعش اي حاجه للدراسه، بس طبعا للمعيشه والحاجات دي والكتب هو مسؤول عنها. فيعني الرب عزم العمل معانا. وبعدين من فتره قليله كده ان الشغل، انا بشتغل في شغل حكومه، والحكومه قالت يعني خلاص ما فيش دعم بعد كده، احنا المكان ده لازم يقفل بعد 4-5 سنين على ما الأوراق اتعملت كده، قالوا 4 سنين. فطبعا الكل بقى مرعوب وخايف وكده. فالشغل قدم على 5 سنين، يعني 5 سنين مهلة تانية، يعني تبقى 9 سنين أو 10 سنين. ففي كل أمريكا محدش خد المهلة دي خالص، فابتدوا يقولنا اطلعوا، لازم كل واحد بقى يشوف له شغل تاني أو يقدم في مكان، يعني فكان في رعب والكل كان خايف كده. انا كنت بصلي، كنت يعني مطمنه على وعود الرب ان الله مش هيسيبني. طلبت القسيس أليكس في عيد الحصاد، وقلت له صلي لي يا حبيبه القسيس، لان انا ارمله ومحتاج الشغل. كان عندنا اجتماع مع المديره بتاع المكان، فبتقول يعني لازم نصفي ولازم كل حاجه. فقلت لها طب والمهله ال5 سنين اللي انتوا قدمتوا عليها، اللي احنا قدمنا عليها دي، مش نستنى لما يجي لنا الرد؟ قالت الرد ما نعرفش هيجي امتى، ومحدش في امريكا كلها خد ال5 سنين، وده موضوع مش هيحصل. فقلت لها بس احنا هناخده. فقالت لي ليه؟ قلت لها عشان احنا يعني سبيشال، عشان احنا يعني ناس يعني لينا ميزه. فأنا يعني المديرة دي مرشدة، وأنا مش عايزة يعني أتكلم على اسم الرب مع واحدة مرشدة في يعني في مكان زي ده يعني. فسكتنا، وبعدين ما فيش أسبوعين ثلاثة ورد جه، وأنا لقيت السوبرفايزر بتاعتي بتكلمني الساعة 6 الصبح، فبقول لها إيه اللي حصل؟ في مشكلة حصلت في الشغل. مش كلمني الساعة 6 الصبح لما يكون في مشكلة يعني كبيرة حصل. بقول لها في مشكلة في إيه؟ فقالت لي أنا طلبك عشان أقول لك إن الرب طيب والرب عظيم. قالت لك الرب طيب؟ وهي ملحدة؟
لا مش المرشدة اللي هي واحدة تانية. واحدة تانية. واحدة تانية. طيب. فقلت لها ايه اللي حصل؟ يعني طلبني الساعة 6 الصبح ليه؟ فبتقول لي انا طلبك عشان اقول لك الرب طيب، عشان انت وانا بقول للمرشدة كده راحت اللي هي السوبرفايزر بتاعتي راحت زقاني قالت لي انا وانت بنؤمن، خلينا احنا الاثنين مؤمنين، سيبك من الناس اللي هم عندهم افكار يعني نيجاتيف. فهي طلبتني بتقول لي انا بطلبك اقول لك عشان اقول لك ان الرب عظيم. قلت لها ايه بس اللي حصل؟ قالت لي احنا خدنا المهله 5 سنين، يعني احنا هنقعد في الشغل لغايه 2024 يعني لسنه يعني 2024. فقلت لها يعني ده حاجه يعني دي معجزه كبيره. فلما شفت المديره المرشده بقول لها انت فاكره لما قلت لك ان احنا هناخد المهله؟ قالت لي اه فاكره. قلت لها عشان بس تعرفي انا بؤمن بمين. عارف حضرتك القسيس المرشد قالت لي ايوه انت ربنا استجاب صلاتك. هللويا. احلى شهاده يعني نشكر الله دي. يعني الله عظيم وبيعظم العمل معانا. انا ليا طلبه صلاه عشان ابني ان ربنا يساعده ويقف معاه، لان طبعا هو هياخد الامتحان بتاع ستيب 1 ويعني هو بيقول ان المذاكره على الكمبيوتر صعبه، لان هو يعني كان بيذاكر الاول من كتاب، دلوقتي كل مذاكره على الكمبيوتر، فالتركيز على الكمبيوتر عشان الواحد يقعد 10 ساعات ولا 15 ساعه على الكمبيوتر يذاكر، وان هو مش يعني اتس فيري ديفيكولت. فنصلي ان ربنا يديله التركيز والفهم ويديله التفوق ويجيب الدرجات اللي هو نفسه فيها، لان ده ابن الرب وانا وهبته للرب من قبل ما يعني احمل فيه في البطن. فيعني الرب ابتدى عمل هللويا يكمله ويديله التخصص اللي هو يستخدمه فيه لمجد الرب ولامتداد ملكوته. امين. يعني ونصلي من اجل هو ما اختبرش المسيح يعني اختبار شخصي، بس انا واثقه ان هو هيجي للمسيح. امين. بس يا اختي على الصلاه ودايما تصلوا لنا، والرب يعني عظيم. وياما النار جت عليا وياما السكين والنار جت عليا ابني، والرب بيشوش والرب بيقف معايا، وعمر الرب ما تخلى عني. انا جزت في يعني في مصاعب كتير، والله يده دايما معايا. كل المؤمنين والاشرار واللي يعرفوا الرب واللي ما يعرفونيش واللي يعرفوني يقولوا لي انت ربنا معاكي. اشكر الله ويعني نشكركم على الصلاه ويعني هتشوفي اعظم. وانا كده الرب حاطط في قلبي يقين الايمان ان ابنك جاب الرب صلاتك ودموعك، والرب يعني بيقول لك انا سمعت صلاتك ورايت دموعك، ولأنك واقفة في الصغر يعني مكان رجل وامرأة، أنت واخدة مسؤوليات أكبر من طاقتك، لكن الرب بيقول لك ثقي أنا هو لا تخافي. هو هيخرج للنور، هيخرج للمعرفة. شايف الرب هيديله نعمة في المذاكرة على الكمبيوتر، وبيقول لك ما تخافيش، اللي رفع عنك الأثقال ورفع عنك الهموم والأحمال هيشيل عن ابنك، هتفرحي بيه. وزي ما دخل أحسن كلية طب في أمريكا، الرب كمان هيديله أحسن تخصص وأحسن مستشفى وأفضل إيمان، وهيكون شاهد وخادم للرب. الرب أمين. بيطمن قلبك يا أختي، ما تخافيش. أمين. أمين في اسم يسوع. أمين. في طلبات صلاة أسيس عصام عايزين نذكرها دلوقتي قبل ما نطلع فاصل. واحدة بتقول سلام المسيح معكم، أرجو صلاة من أجل مجدي الآن في برنامج شفاء الإله من أجل شفاء نفسه وروحه، من أجل أن يفتقد الله ويغير قلبه ليتعلق به وحده ويخلصه، من أجل نجاح بتفوق في آخر سنة له في الجامعة ليتيسر له عمل بعد تخرجه. وشكرا. في كمان طلبة صلاة من فضلكم، عايزة صلاة من أجل ارتباط بشخص مؤمن. الحاجات دي كلها جات على الإيميل. أنا ماجد من السويد، أريد طلبات صلاة من أجل عمل. وفي طلبة صلاة تاني بتقول سلام الرب يسوع لكم، أرجو من القس عصام والقس أليكس الصلاة من أجل إخواتي، الرب يحررهم من سحر ويحررهم من رباطات إبليس، لأن عندهم أعمال
سحرية كثيرة، ورب يسوع يفتح الباب أمامهم ويتزوجوا حسب قلب الرب، ورب يسوع يحل المشكلة ويكون رب يسوع رأس البيت ويعوضهم. أرجوكم صلوا من مش عارفة من أجلهم ومن أجل الشفاء. أشكركم. الحقيقة أن نفسنا زي ما قال عصام كان بيقول النهاردة، كل واحد بيتصل، كل واحد بيبعت لنا على الإيميل، كل واحد بيحط طلب على الويب سايت أو الفيسبوك، إحنا متأكدين أن لك إيمان فتشفى. الرب لما كان بيرى أن لهم إيمان كانوا بيشفوا. الرب لما كان الجموع بتزحمه، لكن كان في واحدة قالت ولو مسست هد بثوبه شفيت. الرب يسوع قال من لمسني لأنه قوة خرجت مني. القوة اللي تخرج قوة من الرب يسوع هو الإيمان بتاعك. عشان كده الكتاب بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه. النهاردة بشجعك إن كل مرة أنت بتصلي وبترفع قلبك لربنا، الرب بيسمع ورب بيستجيب، لأن إلهنا ليس كباقي الآلهة بتاعة الأمم، الشياطين سم بكم، لا بيسمعوا ولا بيشوفوا ولا بيتفعلوا في حياتك. لكن النهاردة بشجعك، النهاردة الرب بيسمعك وبيحبك، وأفكاره من نحوك أفكار سلام، وعملك عمل يعني صنعك وإن أنت عمله لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي تسلك فيها. هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل موضوع حلقتنا، خليكم معانا.
تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أسيس عصام، يعني إيه مخلوقين في المسيح يسوع؟ هللويا، مبارك اسم الرب. عارف اليوم ليلة مميز، وأنا بؤمن أن الرب حيلمس قلوب اليوم. أمين. باسم الرب يسوع المسيح، ويخلي النفوس تكون في الرب يسوع. آدم لما أخطأ أخرج من طرد من الجنة، فصل عن الله. لكن كورنثوس الثانية إصحاح 5 عدد 17 بقول من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدة. إلهنا إله بدايات جديدة. هللويا. أعطانا الفصول الأربعة، نخلص من الصيف وإحنا في نهاية الصيف، ندخل في الشتاء، نخلص من الشتاء ندخل في الربيع، نخلص من الربيع ندخل في الصيف مرة تانية. هنخش الخريف دلوقتي. لا، حندخل بالخريف بنعمة يسوع. أمين. بس الرب دائما بحب البدايات الجديدة، وبحب دائما يعطينا فرص جديدة. ولما بعطينا فرصة جديدة لسبب، لهدف، لأنه عايز يشجعنا. يمكن الموسم اللي احنا قاعدين فيه طولنا فيه، صار الوقت اللي نخرج من هذا الموسم. يمكن الموسم الحزن اللي انت فيه صار الوقت انه يخلص، تدخل في موسم آخر. بنحميا بقول لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. في وسط الحزن في فرح يا رب؟ نعم. في وسط الضيق في فرج؟ نعم. في وسط التعب في راحة؟ أيوة. في وسط الاضطراب في سلام؟ نعم نعم. ليه؟ لأنه إلهنا إله الفرص الجديدة. فرب افتح أمامنا باب جديد، فرصة جديدة أن نولد ولادة جديدة. داود قال بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. يعني كل عمري وأنا عايش بالخطية، انتهى الموضوع. رب أعطاني فرصة جديدة اليوم، أبدأ بداية جديدة، أدفن الماضي كله وأبدأ صفحة جديدة مع الرب. أمين. ولما أبدأ صفحة جديدة مع الرب عن طريق الرب يسوع، لأنه كيف نهمل خلاصا هذا مقدار، هذا مقداره. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. الخلاص إلا بشخص الرب يسوع المسيح. فحتى نأخذ هذه الفرصة الجديدة لازم نكون في المسيح. معنى آخر، نولد ولادة جديدة. بمعنى آخر، نتوب عن الماضي، نبدأ بداية، نفتح صفحة جديدة، نقول يا رب من اليوم وطالع أنا حكون إنسان تاني، أنا بقبلك تدخل في قلبي. هلأ بحكي لنا برضو كمان برسالة كورنثوس، بقولنا أنه أجسادكم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم، ساكن فينا. شوف الامتياز، أجسادنا هياكل روح الله ساكن فيه. فإذا من هو في المسيح فهو خليقة جديدة. لما جسدي بيصبح هيكل للرب، لما روحي بتكون ملك للرب يسوع ساكن فيه، أنا مش زي الأول، أنا تغيرت، أنا كنت خاطئ، أنا كنت أحب الخطية، أنا كنت أحب الحياة في العالم، أنا كنت أحب
التصق مع الخطاط ومع الـ مع الـ مع الـ الاشرار، لكن لما الرب يسوع افتقدني، لما نعمه الله افتقدتني، ابتديت اعيش حياه قداسه، انا اصبحت في المسيح، انا تغيرت. امين. يعني معنى كده الحته اللي حضرتك بتقولها نفس المكتوب في الايه، لانه بالنعمه، لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. ايوه، مفيش اعمال قبل ما تيجي للمسيح تنفع. هو اشعياء بيقول اعمالكم خرق بالي، مفيش اعمال من غير المسيح تنفع. كل اعمال برنا صح، خرق بالي، خرق بالي، لكن لاننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع. قبل ما تكون في المسيح يسوع مفيش اي اعمال صالحه ممكن ترضي الله. مره ثانيه دكتور. أمين. زيزات. امين. ناخد تليفوني ونرجع نكمل في النقطه دي. معانا بنت الملك من كندا، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيكم، ازيكم؟ اهلا بيكي. ربنا يبارك ويبارك البرنامج الجميل، ويبارك الكارما وعملها، و يحفظكم ويوسع دخولكم في الخدمة. أمين. من كل ناحية فعلا، ولا يعوزكم شيء. أمين. من الخير أبدا. أمين. أنا بصلي فعلا أن الكارما دي ربنا يباركها في أماكن وفي العالم كله، توصل لأماكن قبل ما يجي المسيح. محتاجة أنها تسمع رسالة المسيح فعلا من خلالكم قبل ما يجيئوا. أنا مبسوطة خالص أن الأسيس أليكس والأسيس عصام النهارده موجودين، والاخت زيزات ربنا يبارككم جدا جدا. مشتاقه خالص اقول ليكم ان انكم كنتوا سبب استجابه صلاه لماما لما جالها نزيف في المخ، وهو يعني دلوقتي عندها يمكن شلل نصفي، لكن احنا انا بصلي وعايزاكم تكملوا صلاه معايا ان الرب اللي ابتدى يكمل، وما زلت كل فتره فيها بتيجوا على الهواء انا بتصل وبقول من فضلكم كملوا صلاه ان ماما ربنا يكمل شفائها وكده. اسمها ايه مامتك؟ اسمها ايه مامتك؟ يعني انا عارفه ان هو عارف مين انا. فمن فضلكم صلوا وكملوا صلاة إن الرب يكمل شفاءها خالص خالص. والأسيس عصام كمان ياريت يعني ربنا يسمع صلاتكم كده النهاردة، عايز أسمع صلاة حارة كده النهاردة منكم. وأنا واثقة إن الله هيستجيب للصلاة وكده. حاجة تانية، في أختين عايزاكم تصلوا لهم، واحدة اسمها منيرة دي ست بركة بركة في أمريكا ساكنة، فتحة بيتها كده مش قافلة الباب خلاص، فتحة للناس التعبانة اللي محتاجة ترتاح في المسيح، محتاجة فتحة بيتها للناس كده. اتضربت بضربة برضه كانسر في جسمها. أنا نفسي إن الرب يلمسها لمسة معجزية شافية عشان الرب يكمل عمله فيها ومن خلالها فعلا، لأن الأيام دي النفوس محتاجة للناس زيها كده يبقى قلبها وبيوتها مفتوحه ليهم فعلا. واحده تاني، انا كنت النهارده في الاتوبيس وبدي لل انا خمنت الراجل السواق انه ايراني، فانا بديله دايما بعمل الويب سايت للمسلمين وكده عشان يعرفوا المسيح من خلال الويب سايت مور ذان دريمز والحاجات دي كلها. فانا بديله الويب سايت، قال لي انا مسيحي وكده. قال لي قلت له ايه ده بجد، انت من امتى وكده؟ قال لي انا قديلي 12 سنه اعرف المسيح، وحكى لي كده اختبار. وقال لي ازاي، قال لي بس انا عايزك تصلي لي حاجه، ممكن تصلي لمراتي عشان مراتي هي جالها كانسر قبل كده لوكيميا وربنا شفاها، دلوقتي جالها بريست كانسر، عايزاكي تصلي لها وتقولي للناس كتير يصلوا لها. هو اسمه سام وهي اسمها مريم. بكره عندها تحليل للكلى وخايفه جدا وكده. بقول له طب انا ممكن اكلمها واجيبها مع الفارما؟ قال لي لا، هي هتكون في درس كتاب ايراني، ناس بيجتمعوا مع بعض مجموعه ايرانيين يعني قبلوا المسيح وكده وبيعملوا درس كتاب. ايوه، فيا ريت تصلوا لها دلوقتي كمان من فضلكم. انا اتصلت من ساعتين بالكارما عشان يصلوا لها، ارجوكم تحطوها في وسط الصلاه وتصلوا لها دلوقتي ان التحاليل بكره تطلع رائعه ما فيش اي حاجه. أمين. أنا عايزة الرب كده الأيام دي فعلا تمتد إيده بالمعجزات والآيات والعجائب، والمؤمنين
الرب يملاهم بالروح القدس. ودي حاجه من الحاجات اللي انا كمان بصلي ان ربنا يدهاني، بقول له يا رب مش عايزه اعيش العمر اللي جاي ده في حياتي انسان عاديه، انا عايزه اعيش بملء الروح القدس وصيد الروح القدس وتستخدمني لمجد اسمك يا رب. فعلا مشتاقه ان كل الناس كده المؤمنين رب يستخدمهم في اماكنهم اللي هم فيها وكده ينتشر ويعمل بيهم عجائب فعلا، وان الناس من خلال الحاجات دي كلها تعرف المسيح وتقبله. فمن فضلكم من فضلكم انا بصلي ان يعني ربنا يلمس النفوس دي اللي ذكرتها ويعمل عمله ويتمجد ويلمسني انا كمان بملء الروح القدس. مشتاقه ان الرب يديني فيض وفيضان الروح القدس فعلا ويستخدمني لمجد اسمه. امين. بنت الملك انا عايزه اقول لك حاجه، انا نفسي انت تصلي وانا والاسيس أليكس والاسيس عصام هنتحد معاكي، بس النهارده انا بشجعك اطلقي ايمانك، اطلقي صوتك، اطلقي النهارده اللي على قلبك، اللي قلبك ملتهب بيقول يا رب انا عايزه ملء روح القدس، يا رب انا مش عايزه اعيش زي ما عشت، يا رب انا عايزه اكون سبب بركه لكل واحد بحتك بيه، كل واحد بتعامل معاه، كل واحد بشوفه كل يوم. النهارده احنا هنتحد معاكي وكل مشاهدين في كل انحاء العالم هنكون بنفس واحده من اجل كل الطلبات، من اجل منيره، من اجل سام ومريم، من اجل كل الناس، من اجلك انت شخصيا، تكوني انت شعله منتشله من النار، تكوني سهم مبري في ايد رب، رب يطلقك ويستخدمك بكل قوه ومسحه. انا بشجعك، احنا عايزين نسمع صلاتك الملتهبه واحنا هنتحد معاكي دلوقتي حالا. اتفضلي. يا رب انا بشكرك واعظم اسمك يا رب فعلا انك اله صالح واله حي. يا رب انا بصلي في اسم يسوع المسيح النهارده يا رب، زي ما قلت كده يا رب ان انا الرب شفيك، زي ما رب جيت وكنت بتقول تصنع خيرا يا سيد، بصلي انك تيجي يا رب وتلمس النفوس دي يا رب اللي حطيناها قدامك، انك تلمسهم بلمسه شفاء يا رب فعلا من عندك، انك تطلق يا رب الشفاء امين زي ما مكتوب كده بجلدته شفيتم. يا رب ادينا ان احنا ننظر للصليب والعملك على الصليب والجلد الصليب يا رب بجلدتك يا رب فعلا، نؤمن ونصدق ونثق يا رب انك ان احنا هننال الشفاء يا رب من خلال جلدتك. يا رب بصلي لاجل سلامك الذي فوق العقل، يحفظ قلوب الناس دي وافكارهم في المسيح يسوع. ادي سلامك يا رب للاخت منيره وللاخت مريم يا رب وشريك حياتها يا رب، سلامك لماما يا رب دلوقتي وهي في المستشفى يا رب وقاعده على السرير، تصدق يا رب وتثق يا رب فعلا انك انت الاله وحدك الشافي. يا رب تعالى تعالى يا رب من فضلك، تعالى يا رب واوصل لنفوس دي كلها، خلي عينيهم تبقى مفتوحه عليك ونظره اليك يا رب فعلا عشان تعرف يا رب انك وحدك الشافي يا رب، ويكونوا شهاده يا رب الناس حواليهم كتير يا رب من فضلك. يا رب اعظم اسمك يا رب لاننا هنسمع يا رب شهادات واختبارات فعلا يا رب فعلا، الناس هتيجي وتقول ان اللمسه اللمسه لمسناها من الاله الحي فعلا وحده هو الشافي. نشكرك نشكرك رب. انا بشكرك من اجل الكرمة عملك فيهم يا رب، انا بصلي انك تطلقهم يا رب اكتر واكتر، وان الناس مجرد ما كده تقعد قدام الشاشه يا رب وتسمعهم وتسمع صلاتهم يا رب الناس تتغير، الناس تتشفي، الناس يا رب كده تلمس لمسه غير عاديه، يكون كده الروح القدس خارج يا رب من الشاشه، خارج يا رب فعلا وبيغير النفوس ويؤثر في النفوس يا رب فعلا اللي بتسمع. يا رب تعالى تعالى يا رب بلمسه جديده يا رب في الكرمة، لمسه جديده غير عاديه في الايام اللي جايه في السنين اللي جايه دي كلها يا رب فعلا، وعملك يكون واضح يا رب فعلا بهذه الكرمة الرائعه يا رب في اسم يسوع المسيح. امين يا رب. امين امين. هاليلويا. ثانك يو، ميرسي جدا على الصلاه الحاره، ربنا يباركك ويستخدمك. انا بصلي ربنا يقيمك انت فعلا شعله منتشله من النار، تكوني بتشعلي كل اللي حواليكي في اسم يسوع. بالنسبه للروح القدس عاوزك تؤمني بالموعد اللي مكتوب في يوئيل وفي اعمال 2، الرب قال في الايام الاخيره ما قالش ساسكب ولا ساعطي، لا قال في الاسكب. اسكب فعل مضارع مستمر، يعني المؤمن اللي بيؤمن بمواعيد الروح القدس هو اصلا التارجت او الاناء
اللي بيملأ إلهي زي ما قال الناموس بموسى أعطي، أما النعمة الحق بيسوع المسيح قد صار ونحن من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. فأنا عاوزك تؤمني أنك في المسيح أنت في الامتلاء، كل اللي مطلوب أنه بس نشيل الغطاء فينفجر النهر وتجري من بطنك أنهار مياه حية، لأنه يعطي الروح القدس مش للصائمين ولا الناس الأبرار ولا الأتقياء، لا بأسهل حاجة أسهل شيء للذين يسألونه، لأنه بيعطينا إياه كاب بيقول وإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطاء حسنة فكم بالحري أبوكم السماوي. إحنا كم مرة بنقول لابننا يا روحي يا بنتي يا حياتي، إذا كنا بنستعمل كبشر لقب روحي وحياتي فكم بالحري أبانا السماوي يهب الروح بالسؤال، مجرد السؤال كفاية أنك تاخدي الامتلاء والقوة. هللويا امين امين امين. معنا بنت رب من فيرجينيا، اهلا بحضرتك. الو تمام مساء الخير. مساء النور. أيوه. اهلا بيك انت على الهواء اتفضلي. ايوه يا فندم انا بتكلم من فيرجينيا، انا عندي طلبة صلاة لابني. ايوه. هو عنده دايبيتيز تايب 1. عنده كم سنة؟ هو عنده 9 سنين دلوقتي. أنا وصف الدكاترة قال إن هو هيعيش على الحقن طول حياته عشان يقدر يعمل بالانس للجلوكوز في الدم نسبة السكر في الدم، بس أنا واثقة من ربنا ليه الكلمة التانية ليه كلمة مختلفة تماما. اسمه اسمه إيه ابنك؟ اسمه سيزر. سيزر؟ أوكي. أنا حتى قلت للنرسات أنا واثقة أن المرض ده مش هو عصي جسمه العمر كله، لا أنا حاسة أن ربنا هيعمل معاه معجزة، بس ساعات بتعظ جدا جدا لما بلاقيه بياخد 4 حقن في اليوم. قد إيه الألم، ألم الحقن مؤذي لنفسيته ولجسمه، كمان غير البلاد تيست شوجر كل 4 مرات أو 5 أو 6 كمان. أنا عايز طلبة تلبي الصلاة حرة من أجل ستيفن. بجد أنا فعلا الموضوع ده كسرني جدا جدا. ربنا عمل في حياتي معجزات كتير قوي قوي قوي. زي إيه؟ قولي لنا حاجة كده. يعني آخر حاجة أنا كان في عملية جراحية ليا كبيرة جدا جدا. انا almost كنت فعلا في عداد الموت، حتى الدكاترة قالوا انتي خلاص، يعني قالوا الجزي خلاص وبعتوا يجيبوا 2 باستر عشان يصلوا خلاص الموضوع منتهي، لكن عملوا حلقة صلاة حواليا وربنا عطاني حياة جديدة. حتى الدكاترة كلهم استغربوا ازاي ديت، حتى النيرس قالت لي انت كان لونك جراي، يعني خلاص كنت لون الميتين. واو. عملت حادثة كبيرة قوي قوي بالعربية، ربنا نجينا انا واولادي كلهم وجوزي وطلعنا سلام. ذات نفسه ستيفن ربنا عمل معاه برضو معجزة وهو صغير. هللويا. هو اسمه ستيفن ولا سيزر؟ كان عنده حوالي almost 20 وتعور تعويذة جامدة في راسه، كانت تؤدي يعني حاجة كده خطيرة، حاجاتها يعني قربت المخ شوية. ربنا عمل له معجزة برضو، الدكاترة قالوا تكتبها في كتاب المعجزات. هللويا. ربنا بيعمل معايا كتير كتير كتير. آمين آمين. عايز نسمع صوتي بس أنا هقول لك دي فعلا يعني اللي حصل لي ده فعلا كسرني من جوه، مش لا تحت يعني الدم، لا كلها حاسه ان حياتي كلها اتقلبت، بس يعني اي اوقات كتير قوي قوي بيبقى عندي ثقه ان ربنا قادر، وانا متاكده ان ربنا قادر، بس عايز يسمع صوتي بالظبط. بس في نفس الوقت بضعف كتير جدا جدا، بفكر في حاجات لما بتيجي المستقبل بتاعي هيبقى ازاي، فرضا نزل قوي وبسمع الناس كتير قوي بتروح في موضوع لما بينزل عندها سكر جامد او لما بيرفع قوي بيأثر على العين والقلب،
بس مش عارفة يعني فعلا محتاجة صلاة جامدة جامدة بالنسبة له. بليز من فضلك أنا متأكدة أن ربنا هيعمل حاجة. أنا حاسك حاسك جوايا حاجات هتحصل. أمين. لكن أنا مستعجلة لأن الألام والحقن نفسية وجسدية صعبة علي وعليا وعلى بابا. ربنا قادر ربنا أمين وعادل. هو حاسس بألم الحقن أكتر مني ومنه هو يعني هو ربنا حنين. فأنا فعلا محتاجة معجزة محتاجة الصلاة على طول شفت معاد الصلاة عليكم. أختي بنت الرب بس أحب أقول لك شيء مهم. ما تضلكش تقول عن نفسك أنا مكسورة وأنا 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 وتقولي أشياء سلبية على نفسك. في اسم الرب يسوع المسيح الكلمة الله بتعلمنا بتقول وهم غلبوه مش هو اللي غلبهم وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يعني غلبوا عدو الخير غلبوا الشيطان بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فوانت بتشوفيه بياخد الحقنة قولي له باسم الرب يسوع المسيح أنا بعلن شفائك من السكري وبعلن توقف هذه الحقن لأن الرب هو الإله شافيك في اسم الرب يسوع المسيح. ما بنسمعش لكلام وتقارير أشخاص مش مؤمنين لكن نرجع لكتابنا المقدس لكلمة الله. الرب يقول الذي يشفي كل أمراضك كل أمراضك بما فيهم السكري. لا تتكلمي بأشياء سلبية على نفسك أو على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. الرب اللي عمل معاك هذه المعجزات جميعها ما زال هو الرب الحي لا يصعب عليه أمر أبدا. واللي عمل معجزة يعمل تنتين واللي يعمل تنتين يعمل أربعة. ففي اسم الرب يسوع نثق في الرب ونثق في قدرة الله ومشيئة الله الصالحة المرضية. هو أنت عمل الرب مخلوقة في المسيح يسوع لأعمال صالحة أعدها الرب حتى أنت تسلك فيها حتى تعلن إيمانك في شخص الرب. ابنك اسمه سيزر ولا ستيفن؟ ابنك اسمه إيه؟ ألو؟ ألو بنت الرب؟ ابنك اسمه سيزر ولا ستيفن؟ ستيفن يا فندم. ستيفن أوكي. نصلي في اسم الرب يسوع المسيح وده أطلب من كل شخص بشاهدنا اليوم نصلي لأجل ستيفن ولكل شخص أيضا بشاهدنا اليوم عنده مشكلة في السكري عنده ارتفاع في السكري وبياخد حقن باسم الرب يسوع المسيح. اليوم راح نفعل إيمان الرب أعطانا هذا الإيمان هذا كنز لا يقيم بثمن أبدا. الرب أعطانا هذا الإيمان واليوم بهذا الإيمان نفعل هذا الإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. نتكلم للسكري نتكلم للبنكرياس وجميع خلايا البنكرياس لستيفن ولا كل شخص بشاهدنا وبطلب الشفاء من السكري. نتكلم للبنكرياس ولجميع خلاياه بالشفاء الكامل والعمل بحسب الطريقة بحسب التصميم الأصلي اللي الرب خلقه فيه في رحم الأم باسم الرب يسوع المسيح. مكتوب أنك خلقتنا على صورتك على شبهك على مثالك أيها الرب الإله. نصلي اليوم أنه هذا البنكرياس اللي يا رب تشوه أو مرض أو تلف فيه خطايا خلايا نصلي أنك ترجع هذا البنكرياس على صورتك على شبهك على مثالك أيها السيد الرب بالصحة الكاملة والعمل الكامل أيها السيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي يا رب أنك أنت تشفي الشفاء الكامل من هذا المرض باسم القدوس باسم ملك الملوك ورب الأرباب. املأ بنتك بالروح القدس ارفعها بالروح أيها السيد الرب حتى تمتلك يا سيد الرب. أوه هللويا هللويا. الموضوع مش بس ابنك أختي الموضوع في جميع زوايا حياتك في هناك انهزامات والرب يريد أن يغير هذه الانهزامات إلى انتصارات يغير كل انهزام في حياتك إلى انتصار. اعلن اليوم انتصارك في شخص الرب يسوع واعلن شفاء ابنك باسم الرب يسوع المسيح الناصري. نحن نعلن شفاء ستيفن وكل شخص اليوم طلب شفاء من السكري باسم الرب يسوع المسيح ونقول يا سيد الرب لأنه بحبرك شفينا. نشكرك لأنك سمعت واستجبت. أمين 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 في اسم يسوع أمين. أسيس أليكس عايزين نكمل الموضوع النهاردة بدنا فيه
انت كلمتنا عن ايمان ابراهيم. وكتاب بيقول بدون ايمان لا يمكن ارضائه. ازاي ساعات يعني جه واحد للرب وقال له اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني. ومره قال له اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني. ازاي ان الايمان مش يكاد يكون مش موجود او الايمان الضعيف. ازاي الايمان ده يتقوى وينمو في الرب؟ كان في قصة بتعجبني بتوضح قيمة الإيمان عن ملك. الملك ده اسمه أحاز في ملوك الثاني 13. الملك أحاز دون كان ملك يهوذا، وبيقول كده الكتاب ملك يهوذا ابن ملك يهو أحاز ابن يهو على إسرائيل في السامرة، وأخزية ملك يهوذا ملك على يهوذا. لكن الملك أحاز دون كان في الوقت اللي ملك فيه كان فيه أعداء، وكان فيه ملك أرام محيط بهم من كل جهة، وأرسل إليه الرب رجل الله يقول له أطلب آية لنفسك. فقال له لأ، أنا ولا هجرب الرب ولا هطلب آية. فكان مرتعب، لأ الرب اداله عدة انتصارات في حياته وخد عدة انتصارات، لكن لما وصل موضوع لملك أرام الملك القوي والشديد، وهو ملك صغير في الحجم وصغير في السبط، بيقول عنه الكتاب ارتعب. فالرب كان عاوز يشجعه وقال له طيب أنا ممكن أوريك آيات، أنا ممكن أوريك عجائب. فقال لا، لا أطلب آية. فلما قال لا أطلب آية الرب اداله إعلان المسيح نفسه، قالها العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وابتدى الكتاب في الأصحاحات التالية يوري أعمال هذا الرب يسوع المسيح، إزاي أنه هيقيد العدو، إزاي أنه هينتصر عليه، إزاي أنه هيدعو جميع القوى السماوية والأرضية، إزاي أنه الحصار هينفك، وإزاي أنه الرب هيعظم العمل مع الملك أحاز. فأنا عاوز أقول إذا قلنا فعلا وصلنا للتجربة اللي بيقول لك الآية لا تجرب الرب إلهك، لاحظ أنه عدو الخير لما يجي يجرب الرب في متى 4 على الجبل، ها والرب قال له للرب إلهك تسجد، وجه علشان يجرب الرب يسوع نفسه في نفس الأصحاح اللي الرب أعلن نصرته بالكلمة، وفي نفس الأصحاح اللي الرب قال له اذهب عني يا شيطان وللرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، هو في نفس الوقت اللي استعلنت فيه خدمة الروح القدس، واتكلم الرب عن روح السيد الرب اللي مسحني علشان أبشر المساكين، عشان أعصب منكسر القلوب، علشان أطلق المأسورين في السجن. في الوقت اللي انت بتطلع فيه كده، دي كان أول حاجة الرب بياخدها في حياته كنصرة، أنه أصعد من البرية بالروح لكي يجرب من إبليس. وبيقول ولما أكمل كل تجربة فارقه. فلو عدو الخير ما نفعش أنه يجربك لا بجنون العظمة ولا بمحبة العالم ولا بالخوف على أنك أنت، طب أنت في جوع. عارفة دكتورة الزيت لو تفتكر إحنا في أيامنا الأولى وإحنا طلبة كان كل مشغولية قلبنا، يمكن إحنا الاثنين دخلنا مع بعض كلية الطب، لكن إحنا عارفين حياتنا أن كانت كلها أكتر في خدمة الرب. وكان ناس كتير حتى أسس يجي يقولوا لي يا مجنون أعقل، خلي بالك من كليتك وخلي بالك من دراستك، بس وكأن كان في حاجة أحسن من الرب ممكن أخدها في العالم. لكن أنا بشكر ربنا لأنه السنين الأولى اللي إحنا تعلمنا فيها الخدمة، وكان في تجارب كتيرة من حوالينا يمكن، لكن دي طلعتنا للعالم أجمع، وطلعت الرسالة البوتقة اللي احنا اتحطينا فيها دي. لما عدو الخير أكمل كل تجربة ما أقنعنيش أن أنا مع احترابي للطب وكل حاجة أن أنا زي ما الناس قالوا لي لا أنت تبقى طبيب أحسن ما تكون خادم. حتى كان أسس بيقولوا لي أنك تسيب الطب وتروح فول تايم مينستري، ده جنون، نوع من الجنون أو نوع من الطياشة، اعقل يا مجنون. فأنا عاوز أقول لك أنه عدو الخير لما جه للرب يسوع والرب قال له لا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، أنه للرب إلهك تسجد وإياه واحد تعبد،
وانه ما فيش حاجه حتى لقمه العيش حتى لو وصلت للجوع الشديد فانا بتلذذ لذاتي في كنت عنده لذاته في كل يوم. ابتدى روح الله يستعلن بالشفاء، وابتدت الامم وسوريا والاردن وجميع الشعوب المحيطه تيجي، وبعد كده حصل يوم الخمسين اللي مجتمعين من كل امه. فانا عاوز اقول انك انت لو نجحت النهارده انك تهزم عدو الخير في كل تجربه، انت بتطلق روح النصرة على كل هزيمة، بتطلق أولادك من سجن الخطية، بتطلق نفسك من القيود، وبيستعلن روح الله وبيعلن خدمة الروح القدس. وفي نفس الأصحاح اللي بعد ما أكمل الرب يسوع النجاح في كل تجربة، لما وقف وقرأ في المجمع كل المكتوب عنه قال لهم اليوم تم في مسامعكم كل ما هو مكتوب. فأنا عاوز أقول لك النهاردة نجحنا في التجربة، إعلاننا بنصرة على كل طرق العالم، إن إحنا مش خايفين من جوع، إن إحنا مش خايفين على شهرة ولا على اسم ولا خايفين على حاجة. هو دي نهاية المطاف، لأنه الشيطان هيسقط من أمامك من السماء مثل البرق. والشيطان حينما سيسقط البديل لما بيطلع روح الكذب، ولما بيطلع روح النفاق وروح الخوف من الأمراض، والناس اللي خايفة على أولادها والناس اللي خايفة على مستقبلها. الله لم يعطينا روح الخوف للعبودية، بل روح القوة والمحبة والنصح. علشان كده أنا بدعوك بالروح القدس النهاردة أنك تفايت وأنك تقاتل كما كان يوحنا في الروح في يوم الرب، وكان في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادته، ورأى عرش الرب ولقى مجلس الرب، وأزيال رأى شعي أيضا أزياله تملأ الهيكل، ورأى مجد الرب في السحاب وحضور الله. أمين أمين, أمين. في اسم يسوع. معنا بنت الرب من كاليفورنيا، أهلا بحضرتك. ألو ألو، أهلا بحضرتك، اتفضلي أنت على الهواء. مع مين بحكي؟ مع عصام؟ لا أنا مع زيزات حضرتك، أنا أسمعيكي. أوكي اتفضلي. بحب أنا بطلب منكم الصلاة. أيوة. لأني تعبانة، إلي 4 سنين في الحياة، وبعدين مش عارفة إيش أعمل. يعني جربت كل إشي ولساتني أنا تعبانة، وبعدين ابني ما بروح الجامعة ما بدرس، ترك الجامعة ترك كل شيء، وجوزي شرير، وأنا هلأ قال لي الدكتور عندي كدني شوية فات وعيني بدها عملية مي زرقاء، وبطلب منكم تصلوا لي باسم يسوع. شكرا. بصي يا أختي، أول حاجة ربنا بيريحها أن احنا بندخل في مصالحة مع الله. أنت شايفة الدنيا كلها ملخبطة، والزوج ملخبط، وأنت مثقلة وتعبانة، والرب بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. بدل ما تفكري في كل التعب اللي حواليك، احنا عاوزين نيجي نستريح في الرب الأول. فأنا عاوز أصلي معاكي تقبلي الرب، تفتحي قلبك، ترمي همك، ملقين كل همكم عليه. وهو وبعد كده بدل ما الواحد يقول أنا زوجي شرير، يقول زوجي قديس. بأمانة أنا بعرف سيدات كنا بنتفق معاهم على المبدأ ده، بدل ما تقول الزوج مدخن والزوج محشش والزوج سكران، كانت بتقول أشكرك يا رب أنك اديتني أفضل شخص من قبلك، أشكرك يا رب زي ما سمعنا الفاضل أسيس عصام هو بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. بدل ما انت شايفه الدنيا كلها حواليك ملخبطه، قولي له يا رب انا بستقبل منك زوج جديد، انا بستقبل منك ابن جديد، ومش هننطق بكلمه شريره على حد، ونؤمن انه بالايمان هندعو الاشياء الغير أمين. موجوده كانها موجوده وهي تيجي. فتصلي معايا تقبلي الرب اختي؟ نعم يس. طيب قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بفتح قلبي اليك، انا بفتح قلبي اليك، تعال غير حياتي، تعال غير حياتي، واغفر كل خطية، وإيد كل خطية، واشفي كل أمراضي، واشفي كل أمراضي. أشكرك يا سيد الرب، أشكرك يا سيد الرب، لأن زوجي يصير قديس في المسيح، لأن زوجي يصير قديس في المسيح، وابني يصير ابن للرب، وابني يصير ابن للرب، ويكون شعار قلوبنا، يكون شعار أنا وأهل بيتي، أنا وأهل بيتي نعبد الرب. أعبد الرب. أشكرك لأنك سمعت واستجبت. أشكرك. إيش هاي؟ أشكرك لأنك سمعت واستجبت.
لا أشكرك شكر لأنك استمعت واستجبت. أنا. يا أنا عاوزك كل يوم كده تصلي بثقة وبإيمان، وزي ما بنسمع الاستعصام بيقول كلمة جميلة، نفعل الإيمان وانت تشوفي تغيير في حياة كل اللي حواليك. أمين أمين في اسم يسوع. معنا الأخت هيفاء من ميشيغان، أهلا بحضرتك. ألو ألو. أيوة أنت على الهواء، تفضلي. أخت أنا هيفاء. بطلب اتفضلي. الصلاة من ال اتفضلي سامعينك. أنا بطلب الصلاة مشان ابني رائد نصري إيهاد كانسر، and بطلب من الأسيس أليكس إنه يصلي مشانه، هو بيعرف الموضوع. أوكي. وإحنا كلنا بالإيمان ونؤمن بالمسيح يسوع. هللويا. وبطلب منه الصلاة. أمين يا رب. إحنا بنضع كل السرطانات بين إيديك، كل اللي بيشاهدونا يا رب بصلي لأجل شفاء سرطانات المخ، سرطانات الأعصاب، سرطانات القلب، سرطانات الكلى، سرطانات يا رب المختلفة في العظام، في الجلد، في الأذن، في الأنف، في الحنجرة، في العيون، في الغدد، في اسم الرب يسوع المسيح بنيجي نغطي شعبك بحضور الله، لأنه مكتوب ليملأ إلهي كل أمين. احتياجكم بحسب غناه في المجد. أمين. تعال يا رب عبر الشاشات الآن، لتخرج قوة من روحك القدوس، وليخرج قوة من دم يسوع ومن جروح الصليب، ونرى يا سيد الرب سرطانات. أنا شايف سرطانات من أنواع نادرة الدكاترة مش قادرين يحددوا إيه سبب المرض، أمراض غير معروف أسبابها الرب بيلمسها وبيشفيها. الدكاترة ليهم سنين بيحاولوا يشخصوها مش عارفينها، وبيقول لك أنون غير معروف السبب، الرب بيلمس هذه الأمراض الغير معروفة السبب، بيقول لك كل مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معه أمرنا في اسم يسوع. أمين أمين أمين. أسيس عصام، عايزين فاضل ربع ساعة الحلقة، وعايزين take home message أو نلخص حاجة لأحبائنا المشاهدين تبقى حاجة عملية. يعني أنا دلوقتي بقيت مؤمن، وأنا عارف أن أنا ربنا خليني الأعمال صالحة، إزاي أعمل الحاجة دي حاجة عملية في حياتي وأدرك العمل اللي ربنا دعيني لي. الرب عملنا، نحن عمل الله، والرب صنعنا، نحن شعبه وغنم مرعاه، حتى نعمل الأعمال الصالحة اللي هو سبق فأعدها. هناك أعمال الرب already سبق، يعني بمعنى آخر مش حيرتب هذه الأعمال حتى احنا نعملها، لكن سبق الله، يعني من زمان الله أعد هذه الأعمال حتى احنا نسلك فيها. أول شيء مهم نعرفه أنه نحن في مخطط الله، ما فيش شيء بيحصل في حياتنا إلا بسماح منه، ما فيش شيء بيتم إلا بسماح من الله. أنا في خطة الله الكاملة، لو كنت بمر بمشكلة، لو كنت بمر بامتحان، لو كان عدو الخير بحاربني، أنا ما زلت في مخطط الله. أنا لأني أنا كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، أنا مولود في المسيح، أنا في مخطط الله. يعني النقطة المفتاحية أني أكون في المسيح، لازم أكون في المسيح، لأنه بدون ما أكون أنا في المسيح ما أعرفش نفسي أنا بمخطط مين. أنا بلاقي نفسي تماما زي الكلمة اللي حكيتها قبل شوي، زي الريش اللي بتطير في الهواء، مش عارف أنا مع مين، مش عارف مين إلهي، مش عارف أنا تابع لمين، مش عارف لو مت بروح فين، ضايع، مش عارف نفسي. لكن في اللحظة اللي فيها بصير في المسيح. التدين ما بفتش، التدين بيخدر لكن ما بينفع. التدين بيعطينا نظام نشتغل عليه، بيعطينا أسلوب ونمط حياة، لكن الله عايز يدينا الحياة نفسها، لكن الرب يعطينا الحياة نفسها والعلاقة الشخصية معه. أمين. فأنا مش عايزين تدين، احنا عايزين علاقة شخصية مع الرب. فإذا
مخلوقين في المسيح يسوع، مش بس مخلوقين في العالم لكن مخلوقين في المسيح يسوع، ولادة جديدة. عم بتكلم لأهل أفسس، فمش بتكلم لناس مش مؤمنين، لكن المؤمنين بقولهم أنتم مخلوقين في المسيح يسوع. ليه مخلوقين في المسيح؟ ليه اختبرتوا الرب يسوع؟ ليه قبلتوا الرب يسوع في حياتكم؟ لأعمال صالحة سبق الله، سبق الله فأعد حتى احنا نسلك فيها. فأنا أثق أنه كل الظروف اللي أنا بمر فيها جميعها بدون استثناء هي في مخطط الله. أنا أؤمن أني أنا في مخطط الله الكامل، مش ناقص أي شيء لكن في مخطط الله الكامل. وإذا الآن لو أنا بمر هلأ في ظرف صعب، لكن هذا مش المخطط الكامل، هذا جزء بسيط من المخطط. لو الامتحان اللي بمر فيه صعب، هذا جزء بسيط جدا من مخطط الله. ولازم دائما نعرف أن الأفكار اللي الله مفتكر فيها نحونا هي أفكار سلام. الخطط اللي الرب معينها لحياتنا دائما دائما للخير، أو للبروموشن، للترفيه، أو للترقية، أو للبركة. فالله مش عايز تدمير لحياتنا، لكن بالعكس الرب عايز يبنينا. عدو الخير بده يهد، نعم باستمرار بتجي مكالمات من الناس بتقول عدو الخير عم بهد بيتها، مشاكل زوجية، مشاكل عائلية، مشاكل اجتماعية، مشاكل مع الأولاد، مشاكل يعني مشاكل مشاكل مشاكل، الإنسان مش قادر يتنفس. ليه؟ لأنه عدو الخير بده يهد. فأنا ما أقدرش أوقف أتفرج عليه، أنا لازم أعرف أنه أنا مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة. ما هي هذه الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة اللي ربنا أعدها لي، مش اللي أنا عايز أعملها بدماغي. يبقى لازم الشركة المستمرة مع الرب، وجودي دايما قريبة من الرب، أسمع صوته، أدرب نفسي أن أنا دايما ممتلئة بكلمة الله، الكلام اللي الله عايز يوصله لك في الكتاب المقدس. اتعود تاكل كلمة الله كل يوم، اتعود تكون ليك شركة وعلاقة حية مع الله شخصية كل يوم. ما ينفعش اكل اكل اكله الاسيس اليكس هو يندغهولي وبعدين اكله انا، حاجه مقرفه في الحاجه الطبيعيه. فلازم انا اتعود اكل اكلي بنفسي. انا بشجع كل واحد النهارده سامعني، انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. درب نفسك كل يوم انك تقعد قدام الكتاب، انك تاخد شركتك انت، علاقتك الشخصيه جدا مع الله. يمكن وقت حلقتنا قرب ينتهي، لكن انا بشجعك ان العلاقه الحيه مع الله هي اللي هتخليك زي اللي الرب يسوع ما قال، خرافي تسمع صوتي. درب نفسك انك تسمع صوت ربنا. أسيس أليكس، انا عارفه ان معاك البصله كتير، نحب نقراها ونصلي من اجلها. اتفضل. في بعض طلبات جت على الفايبر برضو بحب اقراها، وعلى الماسنجر. أبو حبيب بيصلي، اطلب صلاة من أجل نادي حبيب. ونادر سمير بيطلب الصلاة لأجل الأم، عندها فيروس سي، ولأجل حد بيقول أرجو رفع صلاة معي لأجل ارتباط ابنتي، لينير لنا الرب إذا كان الشخص متقدم من يده. بعض الطلبات برضو جات على فايبر، حد بيقول اسمه أركان أنه تعبان وحالته صعبة ومحتاج لصلاة. بنشكر الرب لأجل شهادة من دكتورة في مصر جت أن الرب سمع الصلاة وثبتها في مكانها ولم تفقد وظيفتها. بنصلي يا رب لأجل طرزة for her sister، علشان مشاكل بينها وبين جوزها وعشان سرطان. بصلي يا رب لأجل زكية علشان for herself والفاميلي. هيفا علشان الأسرة. بنصلي لأجل سوزي علشان بتسأل لأجل صلاة. سمير في مشاكل نفسية. منى علشان her daughter إنها تلاقي شغل. وبنت الرب كاتبة ماثيو 5 years old، عنده سيزر، عنده رعشة، وعنده سكين ديزيز، وعنده مرض جلدي. ومايكل علشان الرب يساعد العائلة وعشان تبروفايد الهاوس والفاميلي.
بنت يوسى علشان فيلد وزي أو يسا. الرب يملأهم بالروح القدس ويدي حكمة ومعرفة. بنت الرب الدوتر مرنا بنتها علشان ربنا يعلمها تقضي وقت مع الرب وعلشان ما تصرفش كتير و God to give her wisdom and discernment. بنت الرب بتطلب الزواج النصيب المؤمن من أجل دريزة، من أجل أيوب، من أجل فتح أبواب لأسامة، النصيب الصالح لأجل مرفت. الرب يساعد إيمان في الموضوع، واحدة ذكرت موضوع شفاء من أجل سمير عندها حساسية، من أجل مريم. عماد يعرف الرب شفاء وحل المشاكل. نشأت لأجل الكلى. جوزيف يعرف الرب ويمشي في طريق الرب. لوسي الرب يساعدها في الظروف. صلاة من أجل زوج وابنة ياخدوا الفيزا. أخت بتطلب أن زوجها يعرف الرب. بنت الرب من كندا مشاكل في الذراع اليمنى، ولأجل نتيجة التحاليل يا رب بنضع كل هذه الطلبات بين إيديك ونثق رب أن جميع المحتاجين لشفاء تشفيهم. المشاكل الزوجية تحلها. الحكمة السماوية العديمة الريب والرياء تأتي إلى شعبك اللي بيطلب ارتباط. يا سيد الرب تفتح وتجمع الشخص الذي رأسه المسيح لكل امرأة فاضلة. نثق يا سيد الرب في شفاء أمراض الجلد، أمراض الأعصاب، الأمراض النفسية، في أن ترجع قلوب الأباء والأبناء إليك اللي عنده زوج أو زوجة غير مؤمنة وأبناء غير مؤمنين. نثق يا سيد الرب أن تجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. أذكر رب القناة في عيدها العاشر، قويها وشددها. انزع رب وانتهر كل حرب روحية ونفسية وجسدية. وبارك جميع أحباء دكتورة زيزيت، أسيس عصام، كل أحبائنا يا رب اللي بيعملوا في الخفاء من خلف الكاميرات في الساوند، والعائلات يا رب والإيديتنج واللي خدوا المكالمات، وكل من يقدم خدمة صغيرة أو كبيرة. ضاعف لهم البركة في حياتهم، في صحتهم، وفي عائلاتهم في اسم يسوع. أمين أمين. أسيس عصام لو تطلب طلبات الصلاة اللي معاك. أيوة، في عندي هون طلبة صلاة من أخت جانت من نيو جيرسي، شفاء لرجليها. جانت من كاليفورنيا، باك النيز، الظهر والركب. ماريا في كاليفورنيا، سلام مع الأولاد. بنت الرب أولادها يكون عندهم سلام ويحبوا بعض. أبو مهند بطلب صلاة لزوجته وبنته مريم وبناتها الثلاثة. من المهم لما نطلب صلاة، صلاة لإيه؟ أنا مش عارف صلاة لإيه. صلاة من أجل والد عصام مريض بالكانسر. بنت الرب صلاة حامل في بداية الحمل، فقدت الحمل قبل هالمرة ثلاث مرات. أرجو الرب يتمجد ويكمل في هذه المرة يلمس الطفل. صلاة من أجل باسمة تمتلئ بالروح القدس. صلاة من أجل سهر تعرف الرب وتحب عائلة زوجها. صلاة من أجل سعاد ترجع إلى الرب ومحبة الرب. صلاة لأجل إنجيل وزوجها يعرف الرب المعرفة الحقيقية. وبنت الرب تصلي لأجل ابنها عند امتحان بكرة حتى ينجح والرب يعطيه يظهر ذاته لي. لأجل رجاء صلاة لزوجها. يا أبونا السماوي، يا إلهنا الصالح، جميع هذه الطلبات اللي ذكرت أمام عرش النعمة لا تسقط أي طلبة منها يا رب، لكن نرفع جميع هذه الطلبات أمام عرش النعمة سائلينك في اسم الرب يسوع المسيح أنك تعلن مجدك وسلطانك، إن كان لشفاء الجسد، إن كان لشفاء من السرطان، إن كان لشريك للحياة، إن كان لظروف خاصة، إن كان لأمراض مستعصية يا سيد الرب، إن كان لخلاص هذه النفس يا رب ولتحريرها. يا رب نرفع جميع الطلبات بدون أي exclusion، بدون أي يا رب في اسم الرب يسوع المسيح أي رفض لأي طلبة. نرفع جميع الطلبات أمامك في اسم الرب يسوع. نثق ونؤمن أنك أنت إله الهزيع الرابع، وفي آخر لحظة يا رب بتيجي يا سيد الرب بآيات ومعجزات. نؤمن أنك أنت اللي بتغير ولا تتغير. نؤمن أنه لا يصعب عليك أمر، لكن كل الأمور مستطاعة لديك. نؤمن أنه كل الأمراض بتشفيها، ونؤمن أنه مشيتك بالشفاء وليس يا رب
بالهلاك في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. أمين. عظم عملك يا رب، عظم وعودك يا رب في من خلال هذه الطلبات، واعلن كل المجد لك انت وحدك يا رب. نحن اليوم نقدم لك كل المجد والكرامه لانك وحدك المستحق يا رب، انت العامل يا رب. نعم نحن معا عملك يا رب، مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبقت يا سيد الرب فعددتها حتى نسلك نحن فيها. باركنا وعلمنا أن نثق أن نحن في مخططك أيها السيد الرب، وأنك أنت المسؤول وأنت اللي بتعالج كل الأمور. باسم الحي المبارك، باسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي. أمين. أمين. أمين يا رب. أمين. جالنا شهادة استجابة صلاة، كانت واحدة طلبت من الأسيس أليكس والأسيس عصام يصلوا لها من أجل بيت واتحلت المشكلة. وفي جالنا سؤال حلو قوي بس فضل لنا أقل من دقيقتين. واحد بيقول أنا عايز أبتدي أقرأ الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، أبتدي منين؟ أقل من دقيقة. الأفضل يبدأ من إنجيل يوحنا. صح. إنجيل يوحنا عهد جديد، أبتدي من إنجيل يوحنا في العهد الجديد. العهد القديم بعدين، بس تخلص العهد الجديد بترجع للعهد القديم. يعني بس الأحسن يبتدي في العهد الجديد الأول بإنجيل يوحنا. من إنجيل يوحنا وبعدين الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، بعد كده كمل اعمال الرسل والرسائل الى سفر الرؤيا، وبعد ما تخلص العهد الجديد ابتدي في العهد القديم. ولو أيوة. عنده انترنت في تفسيرات كثيره موجوده، تفسير الكتاب المقدس يعني ممكن ترجع كمان لاي تفسير موجود على الانترنت يكون كتابي، في حاجات كويسه تلاقيها. انا دايما بريكومند انه يقرا من العهد الجديد من إنجيل يوحنا إصحاح، لكن أيضا مزمور من المزامير. كنت لسه هقول كده، أنا نفسي أقول في العهد القديم ممكن تبتدي بالمزامير. أيوة خلص المزامير ممكن نرجع للأمثال في اسم الرب يسوع. أمين. وأنا أحب أسيب معاك مزمور واحد، إنك في ناموسك ناموس رب تلهج نهارا وليلا، وفي ناموسك رب مسرته. امسك الكتاب المقدس، أرميه يقول وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ربي يفرحكم وربي يبارككم، يستخدمكم بكل بركة، يقيم لنفسه شعب غيور في أعمال حسنة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الكرمة. هللويا. مبارك اسمه. يسوع الكرم.